السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة هل تعلم ثقافة وأسرار. نرجو الضغط على زر اشتراك وزر لايك لتشجيعنا على تقديم الأفضل. بعدما شخص العلماء أنها تعاني من مرض السرطان، قررت أن تعالج نفسها بنفسها. إنها في 56 من العمر وتعاني من سرطان الرحم. عندما أخبرها الأطباء بمرضها، قررت اللجوء إلى علاج طبيعي بديل، وكانت قد سمعت عن وصفة طبيعية مكونة من الصبار أو الألوفيرا، فقررت استعمالها. بعدما استعملت هذه الوصفة لبعض الوقت، راجعت الأطباء وإذا بها تفاجأ بالنتيجة. بعد استخدامها لعصير الألوفيرا اختفى السرطان كليا. الوصفة بسيطة جدا، ولكن عند استعمالها عليك أن تكون حذرا. بالنسبة للأكل، فأنت بحاجة إلى الكثير من الفيتامينات التي عليك الحصول عليها من الفواكه والخضار. وصفة الألوفيرا نقدمها بين أيديكم مشاهدينا الكرام. الوصفة مكونة من 100 جرام من عصير الألوفيرا، 500 جرام من الجوز المطحون، 300 جرام من العسل العضوي. امزج جيدا المكونات وتناول منها نصف ملعقة صغيرة قبل الفطور. الخصائص العلاجية للألوفيرا معروفة منذ أيام كليوباترا وأرسطو وألكسندر الكبير والنبي سليمان عليه السلام. لقد استعمل القدماء الألوفيرا لتحسين صحتهم. وهناك قول لكريستوفر كولومبوس: هناك أربعة أنواع من الأطعمة لا غنى للرجل عنها: القمح، العنب، الزيتون، والألوفيرا. وفي الهند تستعمل هذه النبتة منذ 5000 سنة، لأن الناس يؤمنون بأنها تساعد على معالجة السل والروماتيزم وقرحة المعدة وجميع الأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي والسرطان وغير ذلك من الأمراض. وفي الأخير نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. ادعمونا بلايك واشتراك في القناة. شكرا أصدقائي.